الدرويش ما يعيدش هاد العمل. والله اللي ما عندوش راه يتسقهر بصح. بين عام الاولاد الان تقريبا 1000 درهم ديال الفرق. اللي فات عوال شريت ب 150 140 دابا هادو 150 140 ما كاينينش شي مره. خروف مره ما دايش شي لعيت يقول لك 170 180 تقريبا 700 800 درهم. يعني زايد على العام اللي فات. هذا العام اللي فات. لا الحول لله في حق طيوط هنايا جبروا 250 270 نقصوا شي حاجه احنا معاهم قاعدك ما نعيدوش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. موديلي عن سقسك جيتي تشري ولا جيتي عيد تشوف الاثمنه؟ لا زيد نشري كنشري شي بركانه ولكن جبرت شويه هذا الغلا دابا كاين شويه شي هنايا سقسي راه فينا فوقي 380 320 هذه قال لي 280 يعني كتشوف هذا واش كيستاهلوا ولا واش ماشي نقول لك هذا العام شويه هذا الغلا هذا العام كاين الغلا شويش شحال الفرق تقريبا؟ تقريبا شي واحد 1000 درهم ديال الفرق بين عام الاولاد الان تقريبا 1000 درهم ديال الفرق. دابا سير الاثمنه اللي كتشري بها الحاولي شحال؟ كنشري 220 210 دابا شحال جبرتيهم؟ انا قلت لك 300 330 350 هذا قال لي 280 حاولي زايد ما بين العام العام اللي فات كنا تنشريو ديال 1000 دابا 1600 1700 هذا الشيء اللي عطى الله الغلا هذا العام الغلا بزاف الغلا بزاف الدرويش ما عيطش هاد العام هذا علاش ما كاينش انت انت تشوف شحال جيتي عول باش شريت الثمن اللي جيتي عول تشري اللي فات عول شريت ب 150 140 دابا هادو 150 140 ما كاينينش شي مره خروف مره ما دايش شي لعيت يقول لك 170 180 هذا الشيء اللي عطى الله خويا يعني جيتي صافي راه جا في حالك ما غاتشري راه جا في حالي ما نشري ما نعمل والو دابا تيحل الله نقصوا شي حاجه احنا معاهم قاعدك ما نعيدوش عندهم جوج العواول ما خدامين شي موقفين ساعه كورونا انت انت تشوف تنتخلص 2800 درهم 2800 درهم كاري ولا كاري كاري 1500 درهم يعني الا ملي عملنا هاد الخلصه اللي كتخلصينا ولا قسمتيها في العشيه نعس من البيت ما نعيدش هي ما تتقدنيش حتى المصروف ديالي عاد غنعيد ما كاينشي ما هادشي اللي عطى الله خويا شنو السبب ديال الغلا هاد العام هذاك شنو هو السبب في النظر ديالك هما تيقولوا العلف غالي كلشي غالي هادشي اللي كاين اللي تتسولو تيقول لك ماشي علينا حنايا على العلف علف عامل 8 درهم 9 درهم صافي قول لي غتمشيو السال غادي بحالي حبيبي والله الا ولدي ولدي شنو غتقول له يحل الله ما عنديش نقول له هادشي اللي كاين ما عنديش كان شي حاجه كان البديل ليا تينا تتشوف والله يعدل معنا امين الله يفرحك تفرح داك الوليد امين اخي الله يرحم والديك شكرا بارك الله فيك وعليكم السلام خو ديالي خو ديالي جيتي تشري ولا جيتي عيط جينا نساومو نشوفو السوق شنو داير فيه وكنشوفو هاد الاثمنه هادي غاليه بزاف يعني بزاف زياده تقريبا 700 800 درهم يعني زايد على العام اللي فات على العام اللي فات يعني الدروش عيا كل شحط هاد العام هذا كاين اللي عيط كاين اللي ما عيطش كيفاش واش الحواله زعما كيستاهلوا واش كيفاش لا الحول لله في حق طيوط هنايا جبروا 250 270 راهو في 250 270 يعني الامور هذا العام هذا الامور قاصحه بزاف من ناحيه بزاف الحوايج يعني كورونا عاد بانت دابا الازمه ديالها عاد بانت حيت دابا الناس اللي كيبيعوا كيقول لك حقان مازوت زاد عليهم زاد لهم العالف زاد شي سنه الدرجه هذه فهمت يعني زادوا لهم في العالف زادوا لهم بزاف المصاريف اللي تزادت هو كيزيد عاوتاني واحد 200 درهم زايده يعني كيزيد داكشي ديال العالف وعاده كيزيد الزياده ديال من عنده ضروري يعني. نتمنوا من الله في الاخر ديال العيد ينقصوا باش كلشي يعيد درويش يعيد اللي صغير يعيد بنادم يفرح العائله تفرح يعني الا بقات الامور هايدا راه بنادم بزاف غادي يتسقهر فهمتي الدرويش غيتسقهر والله إيه اللي ما عندوش راه يتسقهر بصح والله يعدل امين الله يرحم والديك شكرا بزاف تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.